نروح بقى لفريق مهم عندنا في قطاع الناشئين، فريق مليء بالمواهب، فريق 2008 وهو بيلعب امام المصريه للاتصالات في بطوله دوري منطقه القاهره. ما شاء الله لاعبتنا فازت او لاعبي النادي الاهلي فازوا 4-2 على المصريه للاتصالات، لاحرز اهداف النادي الاهلي عمر عاطف هدفين وهدف لكل من بلال عطيه وشلبي يوسف. نروح نشوف اهداف اللقاء. ما شاء الله فرقه 2008 يعني لافت نظري عمر عاطف وبلال عطيه، اثنين من اللعيبه ما شاء الله المميزين. السنه اللي فاتت برضو كانوا ادوا مباريات رائعه، والسنه دي ما شاء الله يعني متواصلين على نفس القوه ونفس الاداء ونفس الاهداف. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه، وبعد كده نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن عبد المنعم شط. الفريق كله الحمد لله النهارده الفوز، رغم ان الاداء مش اللي هو يعني كنا متوقعينه، بس الحمد لله على الثلاثه بونت واللي احنا ماشيين في الدوري على خطه ثابته، وباذن الله ربنا يكرم في الماتشات اللي جايه باذن الله بالاداء الطيب والالتقاط الثلاثه بونت ان شاء الله والتصدر. والله هو الشغل كله شغل جماعي بالنسبه للفرقه عندنا، يعني الشغل اللي هو انت عارف ان النادي الاهلي بيتمتع بحته اللي انت مش واحد بس اللي بيجيب الجول، الفرقه كلها هي اللي بتجيب الجول، فكله بيخدم على بعضه. انت عارف اللي هو في طريقه اللي احنا بنلعب عليها، ويمكن الكابتن احمد صديق من بدايه السنه شغال عليها، وربنا بيكرم ان الفرقه بتطلع بتهدف، فدي حاجه كويسه باذن الرحمن. يعني تمركزات في الملعب، في اوف سايد، الملعب بيتسع منك، فلازم هنا اللعيب كمان بيوزع المجهود بتاعه، امتى بيطلع امتى بيوقف، دي لازم يبقى فيه شغل عليها، وبياخد شغل شاق جدا، فتعب فيها الكابتن احمد صديق جامد جدا من بدايه السنه، فده موجود الكابتن احمد صراحه مع الفرقه. كنت يعني حاطط دماغي اللي انا استلمها واشوطها عشان ما كانش في حد مقرب منه وكده، وعلى الفوز يعني الحمد لله الفريق كان رجاله وكنا عندنا روح يعني، ولعبنا عشان يعني لعبنا جماعه فكسبنا الحمد لله. كان فوز كويس جدا النهارده ولعبنا رجاله وما كانش اي واحد عايز يعني هو اللي يجيب الجون، كنا بنلعب مع بعض عشان كده الحمد لله ربنا وفقنا. طبعا النادي الاهلي ده نادي كبير جدا، واي حد بيدخل يلعب فيه بيبقى امنيته انه يلعب في النادي الاهلي دايما من هو صغير، والحمد لله ربنا وفقني ان العب، ومعايا زمايل الحمد لله محترمين وبيعملوا لي بكل احترام وبيساعدوني ان انا ابقى كويس. الحمد لله على الفوز النهارده، والكابتن شغال معانا من اول السيزون شغل حلو وبيتعب معانا، وربنا ادانا على قد تعبنا.
الحمد لله. لا الحمد لله ربنا سهل لنا المباراة وجبنا جون الأول، بلال جاب الجون الأول والمباراة سهلت الحمد لله يعني. طبعا كابتن أحمد صديق مدرب كبير كان نازل يقول لي أنت لازم تخلص لنا الماتش، أنت لعيب كبير ما تخافش، أي كرة مشتركة أنت اللي تاخدها، أنت لابس فينة الأهلي. هو الحارس خد شمال فبلال حطها قمت عامل فولو جابها جون. اول حاجه نشكر ربنا ونشكر الجهاز الفني كله والحمد لله واللعيبه، ونشكر اللعيبه طبعا كلهم. انا بقالي سنتين في نادي الاهلي وان شاء الله نبقى اول في الدوري عشان مولين الاول ونحقق الفوز ان شاء الله الماتشات الجايه. الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا 4-2، واتعلمت من كابتن احمد صديق اللي هو خلاني احط الكره بدماغي. كابتن احمد صديق قال لنا لازم نكسب ورايح الفنانه الحمراء واي اشتراك لازم احنا اللي ناخده عشان احنا النادي الاهلي. بقى لي 6 سنين في النادي وان شاء الله ناخد الدوري وان شاء الله هطلع هداف الدوري.